عماد متعب يبدأ، يعني يبدأ الكابتن حسام يفكر فيه من امتى؟ بعد وعلى حسب ال بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني، وعلى حسب النتيجة ولا حسب النتيجة ولا كده كده ينزل؟ لا في، لا هو سير المباراة مهم جدا والنتيجة مهمة جدا والفريق اللي قدامي مهم جدا، وانا حالتي الفنيه، الجانب الهجومي، الجانب الدفاعي، انا محتاج ايه في اخر 30 دقيقه؟ محتاج ايه الشوط الثاني؟ محتاج ايه من عماد متعب؟ ملاعب عماد وانا كسبان غير وانا متعادل، غير وانا مثلا لا قدر الله داخل فيها هدف، سير مضغوط مش مضغوط، النتيجه ماشيه ازاي؟ لكن أنا كل ما يبقى النادي الاهلي مضغوط اكتر، كل ما يبقى سوري يعني، او يعني نتيجه يعني تعادل مثلا 0-0، انت محتاج جول فانت تنزله بدري اكتر. برافو. انا متهيألي من وجهه نظري في اي حال من الاحوال، كل الاحوال اللي اتكلمت فيها، ينزل عماد متعب في كل الاحوال، كل الاحوال، لان انت لو كسبان خلاص كسبان، لو انت مضغوط ومحتاج مثلا، واخد بالك، لو انت محتاج هدف لو قدر الله دخل فيك عماد متعب في اي لحظه ممكن يسجل هدف. عماد متعب لو اديته مساحه كبيره شويه وقت ازي اكتر من كده هيسجل، لان انت النادي الاهلي بيوصل، النادي الاهلي بيجيله وليد ازارو ده، لو انت حسبت بالورقه والقلم عدد الكور اللي بتجيله خلال ال 90 دقيقه هتلاقي كتير جدا في ال 18 بيسجل منها كام هدف، واخد بالك، ده مهم جدا. عماد متعب لو جاله الكوره، لو هو لعب بس 15 دقيقه 20 دقيقه وجات له ست سبع مرات هيجيب هدف واثنين. عماد متعب هداف، عماد متعب من وجهه نظري انه قادر، عماد متعب عنده ميزه كويسه انه محافظ على جسمه، عماد متعب بالخبره ممكن يسجل، عماد متعب قدامه اكتر من سنه وسنتين، لعيب قدير ولعيب كويس ولعيب اخلاقياته كويسه ولعيب هادي جدا ولعيب مش عصبي ولعيب ما بيتكلمش كتير، وحاجه جميله جدا، بس اديله مساحه من الوقت، هو هيبدع ويتالق ويسجل ان شاء الله تعالى.